السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي ودرس جديد من دروس مادة الأحياء، ودرسنا اليوم عن حل أسئلة الأحياء للدور الأول سنة 21، المحاضرة الرابعة حل السؤال الرابع فرع ألف وباء. هسه نجي على فرع ألف، قارن بين، قايل لنا أجب عن اثنين، مطينا ثلاث مقارنات، أولهن مقارنة بين الإقصاب الذاتي والاقتران في البراميسيوم. هسه شنو جوابنا؟ تشبه عملية الإقصاب الذاتي الاقتران فيما عدا عدم حصول عملية تبادل للأنوية، هاي النقطة الأولى، حيث أن النواتين الصغيرتين تتحدان معا لتكونان نواة واحدة متماثلة، أي تكون متماثلة العوامل الوراثية وليست متباينة العوامل الوراثية. إذن هسه عندنا فرقين بالإقصاب الذاتي والاقتران بالبراميسيوم. الإقصاب الذاتي ما تحصل عملية تبادل الأنوية، وبالتالي النقطة الثانية راح تنتج لنا نواة جديدة شبيهة متماثلة العوامل الوراثية. اثنين، شنو الفرق بين التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي؟ ألف، يتم في التلقيح الذاتي انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم نفس الزهرة أو إلى ميسم زهرة أخرى على نفس النبات، بينما بالتلقيح الخلطي يتم انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم زهرة أخرى لنبات آخر من النوع نفسه أو إلى أنواع أخرى تنتمي إلى نفس الجنس. هنا النباء يحدث تلقيح الخلطي، تلقيح الذاتي وين؟ في الحنطة والشعير والرز والقطن والحمضيات، بينما وين يحدث التلقيح الخلطي؟ يحدث في النخيل. هاي الأمثلة اللي عندنا عليها. يكون التلقيح الخلطي أكثر أهمية من التلقيح الذاتي، ليش؟ لأنه ينتج الثمار والبذور الناتجة تكون أكبر حجما وأكثر عددا وأسرع نموا من تلك الناتجة من التلقيح الذاتي. هنا يكون التلقيح الذاتي أقل أهمية من الخلطي، ليش؟ لأن الثمار والبذور الناتجة أصغر حجما وأقل عددا وأبطأ نموا. هنا إذن هذن كل هالنقاط راح يكون التلقيح الذاتي شنو؟ أقل أهمية اقتصاديا، بينما التلقيح الذاتي الخلطي يكون أكثر منفعة من الناحية الاقتصادية، أي أكثر أهمية اقتصادية. نجي عندنا هسا المقارنة الثالثة اللي هي بين النسيج الأساس ونسيج البشرة. هسا النسيج الأساس من حيث الموقع يشكل كتل نسيجية داخلية في الجذور والسيقان والأوراق ويكون القشرة واللب والأشعة اللبية، إذن يوجد في داخل الجذور والسيقان والأوراق على شكل كتل نسيجية داخلية، بينما نسيج البشرة وين يوجد موقعه؟ هو النسيج الذي يغطي النبات ويكون شنو؟ نسيج البشرة المستديمة. هاي من حيث الموقع. نجي هسه من حيث أهميتهن، شنو أهمية النسيج الأساس؟ الدعم والإسناد والتقوية والخزن. نجي نسيج البشرة، الحماية والسيطرة على تبادل الغازات من خلال الخلايا الحارسة. نجي هسه إلى باء، ما هي وظيفة أو أهمية أربع مما يأتي؟ الهستامين شنو أهميته؟ يلعب دورا في تقلص العضلات الملساء ضمن القصيبات الرئوية وتوسيع الشعيرات الدموية من أجل زيادة نضوحيتها. إذن الهستامين إلى شنو وظيفتين؟ دور في تقلص شنو عضلات الملساء ضمن القصيبات الرئوية وتوسيع الشعيرات الدموية من أجل زيادة نضوحيتها. نجي المخاطين الغضروفي، شنو أهميته؟ يجعل النسيج الغضروفي مقاوما للضغط والشد. التصالبات شنو أهميتها وظيفتها؟ هي نقاط ارتباط الكروماتيدين غير الشقيقين في الدور الانفراجي. جسر الاقتران شنو وظيفته؟ انتقال المواد النووية بين الخليتين البكتيريتين أثناء عملية الاقتران. هذا هنا طبعا هو بروتين تيوبيولين، هو موجود بغير سؤال بس أنا نقلته بالغلط
بس هي أيضا تفيدكم. شنو أهمية وظيفية بروتين التيوبيولين؟ هو المكون الرئيس للنبيبات الدقيقة. نيجي أيضا شنو هي وظيفة أو أهمية الخلية الأم للأبواق الكبيرة؟ هي التي تمر بانقسام اختزالي تكون 4 أبواق كبيرة، تكون كل واحدة منها 1 سين. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. وأرجو أن توقف الفيديو وتنقل حل الأسئلة، لأن هذه كلها تفيدك معلومات بكل الامتحانات تجي ومهمة. وأرجو مشاركة الفيديو مع أصدقائك.